المؤسسين من المذيعين في المجال الأدبي والفني وهم الكاتبة والروائية بشرى خلفان والكاتب الدكتور إحسان سيد اللواط وسيرافق هذا التكريم إقامة حلقة نقاشية عن إعمال أولئك المسرانين إلى مجال خير جليل. من الشخصية الثالثة المتقدمة؟ واحد الباحث والموسيقي مسلم بن احمد الكثير. اثنان الفنان والموسيقي فتحي محسن. ثلاثه الملحن والموسيقي ناصر الجزائري. المحيط باذن الساحل. ارسل رقم الاجابه الصحيحه على الرقم التالي 9054 التي أقيمت أو تقام اليوم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ضمن البرنامج الثقافي لمعرض المسقط الدولي للكتاب. حيث شهد معرض مسقط الدولي للكتاب اليوم مستمعين مجموعة من الفعاليات المصاحبة.